يا مساء الفل واهلا بكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد وان بوكس. النهارده يعني يوم مختلف ويوم حلو كده، ايه من اوله الحمد لله. طبعا يعني علشان اول حاجه كاس العالم، والنهارده يعني فوز السعوديه الغالي على الارجنتين 2-1، وكمان برضو يعني قدموا اداء رائع جدا، مبروك لكل اشقاء طبعا السعوديين، وبرضو بنبارك للمنتخب التونسي الشقيق هو الاخر برضو، تعادل يعني في مباراه هامه جدا مع الدنمارك. اكيد النهارده يوم حلو جدا وكمان احلى مع نوره. ازيك يا نوره؟ ازيك يا فاروق؟ انا قلت انت لسه شويه في كاس العالم. لازم شويتين ثلاثه كده. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اليوم حاسه انه كاس العالم فارق في نفسيتك جدا، جاي مبتهج كده. اه والله. تخيلي بقى لو مصر بتلعب بقى. ياه. كل شويه بصوا انا بصوا هأنبكم وهأنب اتحاد الكوره قبل كده وكل حاجه علشان خاطر الدنيا. دلوقتي احنا كمصريين متعطشين ونفسنا كنا نروح كاس العالم، بس يكفي طبعا يعني ان احنا شايفين اداء رائع جدا بيقدموه اشقائنا الحمد لله، يعني سواء كان السعوديه او حتى كمان تونس، منتظرين بقى المغرب برضو على فارغ الصبر ان شاء الله، ونشوف اداء يعني رائع جدا لكل المنتخبات العربيه اللي بيمثلونا وفرحتنا كمصريين. والله العظيم يعني لو تشوفوها كده مع بعض احنا هنا قاعدين حتى مبسوطين جدا، وكمان على السوشيال ميديا تحسوا ان احنا يعني ايه كل الجنسيات العربية مع بعض، احنا كمصريين يعني الحمد لله. طبعا الواحد النهاردة فخور جدا بالاداء اللي اتلعب والشكل الجماعي اللي كان النهاردة يعني لعبوا بيه اغلبية المنتخبات سواء كان السعودية او حتى كمان تونس. ما شفتيش انت حاجة النهاردة؟ لا بس فيش. عندي صديق مصري عايش في السعودية فكان مصور لي فيديوز للاحتفالات وقت الجون والماتش وهو شغال والتشجيع والحاجات دي كلها، فموضوع كان ظريف قوي. اكيد الف مبروك للسعودية والف مبروك لتونس. فاروق لسه مغششني. اه تعادلوا النهارده 0-0. بس ان شاء الله تفضلوا مبسوطين يا جماعه كده، والرجاله تبقى مبسوطه وتحل عن دماغنا شويه تكمله لكلام احنا برضو عشان ما تقولوش ان احنا طيب. بننكد وخلاص. ماشي. طيب النهارده بقى ان شاء الله يكون معانا فقرات كده مختلفه زي ما معودينكم. في اخر فقراتنا هيكون معادنا الاسبوعي مع خبيره علم الفلك والابراج سابي، وطبعا بقى هنتكلم عن كل توقعات الفتره اللي احنا فيها دي، وطبعا اي حد عنده اي سؤال، توافقات، توقعات، تاريخ ميلاد، الحاجات دي كلها هنستنى اكيد ان انتم تكلمونا خلال الفقره. حلو جدا. اعياد ميلاد بالمره. انا طيب. قلتش اعياد ميلاد؟ انت قلت تاريخ ميلاد فانا بكمل بقى. اعياد ميلاد. طيب بصوا يا جماعه، يمكن احنا يعني ايه بتعرف ايه اللي بيضحكني؟ ان انت طول الوقت فاروق الجد، فما فاروق الجد بتقلب شفخان النهارده. بتقلب بتقلب معايا. طيب بصوا يا جماعه، يعني طبعا مهم جدا الحفاظ على الهويه المصريه، وطبعا يعني انا شايف ده من الثوابت بتاعتنا ان احنا دايما نحافظ على الاشياء الخاصه بيها، ومن ضمنها التراث المصري. يعني ايه؟ يعني لما بنتكلم على الحرف باشكالها المختلفه وانواعها لازم نديها حقها، ولازم كمان نعرف هم بيتعبوا قد ايه في كل مهنه. وخلي بالكم يعني في بعض المهن اللي هي ما ينفعش من الاخر كده المكن يعملها او المصانع تعملها. الايد البشريه دي هي اهم من كل بقى ايه المصانع ومن كل المكن اللي ممكن احنا يعني بنستخدمه، لان العقل البشري بتاعنا او العقل المصري واليد المصريه الحمد لله من اكتر الناس اللي هي ممكن نقول عليها ايه، ان هي الايد الشقيانه او الايد اللي هي ممكن يعني بتتعب بشكل كبير جدا في الحرفه دي او في المهنه دي، فلازم ان احنا نسلط عليها الاضواء، وكمان يعني نحاول نخليها ان هي تكمل معانا وما تندثرش وما تروحش بعيد يعني. طيب النهارده هينورنا مبادره هامه جدا وهي مبادره صنايعيات مصر، والمبادره دي هامه جدا طبعا، وكمان بيعملها صندوق التنميه الثقافيه، وهدفها زي ما قلت من شويه الحفاظ على الهويه المصريه. والنهارده ان شاء الله في اخر فقراتنا من اول ساعه يعني هنتكلم معاهم بالتفصيل. بالظبط كده. جو حر قوي. قوي. هيكون منورنا زي ما فاروق قال عبير الغمري ومعها حسن من خريج مبادره صنايعيات مصر طبعا عشان يكلمونا عنها اكتر بالتفصيل. اما الفقره اللي جايه بقى فهنتناقش معاكم في موضوع يمكن اغلبنا بيعاني منه وهو فقدان الشغف. يا ترى حسيت
حسيتوا بفقدان الشغف قبل كده ولا لأ؟ وهل ليه سن معين أو تجربة معينة بعدها الإنسان ما بيقدرش يرجع لطبيعته مرة تانية ولا لأ؟ ويا ترى بيأثر علينا وعلى حياتنا ولا بتكون فترة مؤقتة؟ طبعا هنتناقش معاكم بالتفصيل في الفقرة اللي جاية، وأكيد هنستنى تليفوناتكم تقولولنا إيه رأيكم في الموضوع ده. عظيم جدا. أما دلوقتي هنتكلم معاكم بقى إيه في موضوع يعني موضوع يجرح، موضوع يعني تعبنا كلنا. طب ليه هنتكلم فيه ليه؟ مش عارف. إيه الهدف؟ إن إحنا نتعقد. هنتكلم معاكم عن أكتر يعني 10 وظائف الأكتر أجرا في 2022. في كده إيه، عملوا تحليل لبعض الوظائف كده اللي لقوها إن هي ممكن تكون يعني الوظائف اللي هي الثابتة اللي هي بتقبض من خلالها يعني أجر شهري، فمن خلاله أنت بتقيم الراتب اللي هو الشهر ده من خلال السنة، يعني بتقفل السنة بتاعتك بكام. فعملوا 10 وظائف كده إيه حلوين وقفلهم بالدولار ده على جنب كده. نبدأ بإيه بقى؟ بس قبل ما نبدأ أنت تتوقعي إيه؟ بص، ما انتوا فهمتوني انه في فرق. انا كنت بتوقع لعيبة الكورة، الممثلين زي ما بيقال، مع اني بطلت اصدق في الحاجات دي عشان احنا كمان بيطلع علينا الاشعة دي ان احنا من الاجور العالية، مش عارفة ازاي. وفي بعض الدكاترة، بعض التخصصات. بس اتفاجئت انه اغلب الوظائف اللي معانا دكاترة. اول هو ده الاعلى كده يعتبر. بس في مصر الكلام ده يعني، انا لا ما افتكرش، اعتقد ده عالميا. ولا في مصر يا ساره؟ ولا عالميا؟ ده اكيد عالميا. اعلى. طب نبدا من القليل ولا من الكبير؟ ماشي، نبدا ممكن من الاقل. من الاقل صح؟ نبقى عملنا سسبنس كده، نسيب اخر واحد. من العاشر على طول. العاشر طبيب البطن يا جماعه، يعني ده اقل واحد في العشره في الترتيب. العشر الأعلى أجور هو طبيب البطن، الراتب السنوي ليه حوالي 229,000 دولار، ده القليل يا سيدي. مع إني بحس إن هم ما بياخدوش كتير، حرام. مين دول؟ دكاترة البطنة. طبعا صح؟ والله بتكلم بجد. أنا عارف، ما أعرفش، ما هم قايلين كده. بس رقم برضو مش وحش يعني، 229,000 دولار. ثواني احولها. انت بصي، ما في المصري مصري في اي حته. ثواني احولها. سواء انت قول بس اللي بعد كده وانا احول بالمصري. اقول لك ايه؟ انا احسب لك العمله. ما هو ده بالنسبه له هو جنيه يعني. الدولار بقى بكام؟ هو بالنسبه له جنيه مش احنا. طيب نكمل احنا سوا مع بعض يعني. طيب بعد كده عندنا المركز التاسع. عندنا في طبيب الاطفال، دكتور الاطفال بره، او يعني اللي هو السائد يعني، الراتب السنوي بتاعه يعني 238,000 دولار. لا، الاولاني بقى البطنه اللي بياخد 229,000 ده بالمصري يعني بياخد، بسم الله ما شاء الله، في السنه 5,725,000 في السنه. 5 مليون على احسبوا بقى كده على الشهر. بصي مفيش فايده برضه، احنا كمصريين عارف انت ايه، زي ما ال 12 يعني يبقى بقى في الشهر بياخد له كام؟ 477,000 يا سيدي، يعني نص مليون شهري. ده طبيب البطنه. عارفه انت ايه بتفكرين؟ اللي هو بيروح عياده ويفضل يعد المرضى. اي وفاكر، لا بقول لك ايه، فاكر ساعه الثانويه العامه ما كنا نقعد نشوف المدرس. بيدي لكام واحد وبياخد من كل واحد كام وعنده كام حصه في اليوم وكم واحده في الاسبوع؟ احنا مش عارفه ليه باصين في ارزاق الناس يعني. ما دي كارثة. دي كارثة في حد ذاتها يعني. ماشي، ده كده المركز التاسع اللي هو الأطفال. دكتور الأطفال بياخد 238,000 دولار. رقم 8 بقى دي كانت متوقعة الصراحة، يعني معروفة عنهم ويسين. يعني الطيار ومساعد الطيار رقم 8 في الأجور، وبياخد حوالي 240,000 دولار. طيب ايه ده، استنى ايه هو كده يا فاروق، دول مش مترتبين. ما عندنا بس ناخد بقى المركز السابع. لا مترتبين صح. عندنا بقى الطبيب النفسي، الدكتور النفساني، بياخد كام بقى في السنه؟ 281,000 دولار. بس اعتقد ده بقى هنا كمان في مصر. انا استحالة. لا بقول لك ايه، بص عشان بجد والله موضوع الدكاتره النفسيين ده بقى عامل لي ازمه شديده. يعني والله عايز اتكلم بجد في الموضوع ده، وكويس انه السيره اتفتحت يا جماعه. دلوقتي الطب النفسي في مصر بقاله كام سنه، ناس كتير بقى عندها وعي بفكره ان انا ممكن يكون عندي مشكله نفسيه او عندي مرض نفسي، ومش عيب ولازم اروح لدكتور نفسي، سواء هعمل معاه جلسات سلوكيه او حتى
هيكتب لي على بعض الادويه دلوقتي. تمام. اغلب الدكاتره النفسيين اللي عندنا بياخدوا رقم محترم في سيشن ممكن تبقى مدته ساعه الا ربع، والمفروض ان انا بروح كل فتره علشان اتابع علشان اتكلم، ومثلا ما بيردوش على الموبايل او على واتساب لانه ده ليهم زي حاجه في مهنيه ان هو ما ينفعش يتكلم مع مريض عنده سواء عن طريق الواتساب او مكالمات التليفون او الحاجات دي كلها، فلازم ان هو يكون بيروح العياده. طيب انا عشان اروح العياده سواء بتابع بدواء او عشان اروح العياده عشان انا تعبان نفسيا، واصلا فكره ان انا ادفع المبلغ ده كله هو ده يتعبني نفسيا بجد والله، الارقام مش طبيعيه كبيرة. في طبعا اطباء وفي على فكره حاجات مدعمه طبعا تبع الصحه النفسيه مستشفى اللي معانا هنا دايما. لا انا بتكلم الامانه العامه. الامانه العامه للصحه النفسيه واعتقد في المستشفيات الحكوميه في بيبقى يعني بفلوس مبلغ رمزي قوي ان انت تقدر ان انت تروح، ولكن في ناس ثانيه بتبقى مواعيدها مش متوافقه او حابه ان هي تتابع مع دكتور خاص الارقام تخط. يعني بص، هي طبعا اكيد انت يعني ادرى بجزئيه معينه، لان انت ممكن في حد قريب منك او انت شفتي حد ممكن بيتكلم عن الموضوع ده فانت فهمتي القصه. بس انا بقول لك برده من واقع برده تجارب يعني شويه مريت بيها انا بقى شخصيا، ان في بعض الاطباء التانيين برده في تخصصات اخرى عندهم برضو الفيزيتا عالية شوية. طبعا فأقصد ان هي نسبة وتناسب على حسب طبعا. أيوة فاروق، بس انا بتكلم في فكرة ان انت مثلا بعد الشر لو في حد تعبان من مرض كبير اللي هو يستدعي تروح لدكتور من الدكاترة النادرين، انت هتروح له كل فين وفين لو لا قدر الله حد صابه المرض ده. انما فكرة الدكتور النفسي احنا دلوقتي 99% من الشعب عندنا اكتئاب وعندنا توتر وقلق وعندنا حاجات كتير محتاجين عشان بقى نحسن الاجيال اللي جايه وعشان يبقى عندنا وعي زي ما بنقعد نتكلم. لا احنا محتاجين الدكاتره النفسيين. لا محتاجين نهدى شويتين ثلاثه. نداء لكل اطباء مصر النفسيين، ارجوكم خفوا الفيزيتا واحده واحده. طيب ماشي، احنا كده وصلنا لحد الطبيب النفسي. المركز السادس بقى معانا الطبيب الخاص بالنساء. طبيب النساء يعني طبيب النساء ده من الاخر يعني مرتبه 299 الف دولار بس دول ما شاء الله برضو عشان انتوا كتير ما شاء الله برضو انتوا كتير احنا كتير قوي صح. ده كفايه متابعه الحمل لوحدها واجره في الولاده والحاجات دي ما شاء الله، يعني مش بنقر يا جماعه خالص. طيب برضو اللي قبليهم بقى على طول ترتيب رقم 5 اخصائي تقويم الاسنان، الراتب السنوي بتاعه 304,000 دولار. غالي ده. بس السنان حاجه السنان معروفه ان هي غالي وفي امريكا غالي برضو. قوي يعني. انت عارف انه اغلب اللي بيبقوا عايشين بره او في دول عربيه بيجوا مصر عشان يظبطوا اسنانهم، انه الاحسن وارخص بكتير. طيب المركز الرابع الرئيس التنفيذي. الرئيس التنفيذي بياخد يعني الراتب السنوي بتاعه حوالي 310,000 دولار. هو الرئيس التنفيذي ده اللي هو بيقول عليه سي او؟ ايا كان بقى، ربنا يبارك له. ربنا يبارك له. 310,000 دولار عادي يعني، بسيطه. طيب يا جماعه رقم 3 طبيب التخدير بياخد في السنه 327,000 دولار، بس ده منطقي. مهم ده. مهم قوي قوي قوي، والغلطه منه فوره. يعني. طبعا كارثه. صعبه قوي. برضو عندنا رقم 2 يعني مشابه شويه لرقم 5، بس هو في المركز الثاني عندنا الجراح بقى الخاص بالفم والوجه والفكين. ده بياخد 334,000 دولار. مستعدين لرقم 1؟ ثواني بس انا بحضر الموبايل عشان احسب لكم بالمصري سبحان الله واقول لكم على طول. يا نوره ده بره، يا نوره مش في مصر. معلش بس برضه اقول لهم الرقم صح. ده بالنسبه له جنيه. 9 6 ده مش دولار. 0 0 0 في مش هتحول في مصر هنا اهو. تحول يا جماعه. طيب إيه رقم 1 في المركز الاول. المركز الاول في اعلى الوظائف اجرا طبعا ده على مستوى العالم هو جراح الاعصاب. جراح الاعصاب بقى بياخد كام في السنه؟ 496,000 دولار، بما يعادل بالمصري 12,400,000 على ال 12 يبقى بياخد كام في الشهر؟ 1,033,000. تخيل يجي لك كده كل شهر قاعد مع محاسب. انا قاعد مع محاسب مش مصدق قاعده بتحسب واحده واحده وعارفه الدنيا ماشيه ازاي. ده بقول لك كام في الشهر؟
في الشهر مليون جنيه، مليون و33 الف، بس هنقول ال 33 الف ولا حاجه. فكه ضرايب اي حاجه يعني. صدقه في مليون جنيه ما شاء الله، حاجه كويسه. بس ما هو برضو تخصصه صعب قوي، جراحه الاعصاب دي طبعا برضو الغلطه منها تضيع. والله يعني طبعا بقى ايه يعني نيجي في مصر، احنا مش بقى بنحسدكم، نيجي في نيجي في مصر بقى، الصيت ولا الغنى؟ احنا الصيت ولا الغنى؟ طبعا يعني الارقام دي علشان ايه، محدش يقول ان احنا بنعممها علينا احنا هنا في مصر وعندنا الشباب اللي هو من الاطباء او حتى كمان الدكاتره اللي بقى لهم فتره كبيره، ممكن البعض منهم يعني اللي ما شاء الله ربنا كرمه، بس اكيد يعني مش كلها الارقام دي ممكن نوصل لها، يعني ارقام كبيره جدا. بس في مصر هنا الواحد يعني ممكن ياخد رقم كويس، بس مش بقرب ده. وفي البعض ممكن يقعد سنين، لا وفي بياخدوا على فكره الرقم ده، بس نقدر نقول عليهم مهن حره. في مش وظايف، في شاطرين جدا على فكره، في السوشيال ميديا ناس بتعمل ارقام دلوقتي ده لوحدها، وفي ناس تانية ممكن من اطباء ومن المهندسين ومن المهن الحره، في بعض المهن كده اللي احنا عارفينها يعني ليهم اسمهم، ليهم رقمهم يعني. لان هو اكيد بيعمل شيء مميز جدا، زي ما بقول لك ايه، في بعض الحاجات كده ايه يقول لك الغالي ثمنه فيه. لان انت عارف هتستفيد من الاستشاره دي، هتستفيد من المنتج ده، هتستفيد من العمل اللي انت هيديهولك، او في حاجه معينه انت طالبها منه فانت مستنيها يقدمها لك يعني. ماشي، بس على ما اعتقد احنا برضو ايه يعني في بعض الحاجات كده مفهومه غلط. من ضمنها برضو المذيعين مثلا، والله ظلمنا يا جماعه، فاهمه؟ والله يعني انتوا لو تعرفوا اللي فيها تضحكوا يعني تضحكوا قوي مثلا. مش بنتكلم على نفسنا شخصيا، بنتكلم على المهنه عامه. ففي حاجات كده برضو ايه يعني ممكن الصيت ولا الغنى كويسين فيهم يعني. وفي البعض الاخر يعني بيشوف ان في بعض الحاجات الخاصه شويه بالمسؤوليه، او بعض مثلا المهن اللي هي فيها شغل كبير جدا وعدد ساعات كتير جدا، وبرضو هتلاقي ان المرتب بتاعها مش كبير. تعرف برضو من اللي طالع عليهم الاشاعه دي الصحفيين والمهندسين، يقول لك ايوه مهندس. وبعدين في اشاعه بقى غريبه قوي، إيه بقى؟ ما تلاقي حد شغال في بنك تقول له بتقبض بالدولار، بياخد هو فلوس ليه؟ بقى يعني ليه هيقبض بالدولار ليه وهو شغال في مصر بجد؟ يعني كان زمان بنتكلم على اكتر من 10 سنين ولا اكتر من 15 سنه كان في ناس بتقبض بالدولار في بعض البنوك، مش كل البنوك، انما دلوقتي لا عادي، مصريين شغالين في بنوك موجوده في مصر اكيد هيقبضوا بالجنيه المصري يعني. فدي برضو من الناس اللي طالع عليهم اشاعه. برضو الناس اللي شغالين في البترول بحسهم البترول كويسين برضو، بياخدوا فلوس حلوه صح؟ ما اعرفش، اللي شغال في البترول يكلمنا. يا ريت يقول لنا يقول لنا. طب انت ايه اكتر الوظايف اللي انت كنت فاكر ان هي بتكسب وطلعت عكس كده والعكس؟ المذيع برضو. لا ده مصمم بقى يا ساره، مش عايز يجيبها لبره. هو كده هو كده. تصدق وانا كمان كنت هو كده. طب ايه الوظيفه اللي انت كنت شايف ان هي ممكن تبقى بسيطه او مش بتكسب وطلعت العكس؟ السوشيال ميديا. اوكي، في ناس بتعمل ارقام حلوه جدا على السوشيال ميديا. يعني انت مش متخيل انه تماما ممكن تماما يوصل تماما لكده. لا في ناس ممكن تعمل شغل كتير جدا وحلو قوي، ومش بس في مصر، وفي اللي هم اللي بيلعبوا بقى الجيمز والحاجات دي بيجيبوا برضو ارقام جامده جدا. اللي هو بيجرب اللعبه يعني، وبالاخص على فكره الناس ممكن اللي بتجيب الارقام الجامده جدا دي بتكون في امريكا يعني. مش بس في مصر او الوطن العربي، لان هم هناك عندهم هوس ببعض الحاجات كده، عندهم الجيمز ويقعدوا مع بعض اونلاين. طبعا يعني احنا في مصر الوطن العربي عندنا الموضوع كويس، بس ايه هم هناك بزياده بيعرفوا ازاي كمان يستغلوا ده من ناحيه ان هو يجيب فلوس. وطبعا الحاجات الجديده بقى اللي هي دلوقتي اللي دخلنا فيها الخاصه بقى بالبرمجه وخلافه من الحاجات وعارف برضو بحس مهندسين الديكور برضو يعني على ما اعتقد برضو الى حد ما مش هيوصل الارقام دي يعني، عشان ما عليهمش طلب قوي، اعتقد ممكن تبقى اجورهم نسبيا عاليه شويه او يعني مش قليله. بس عشان ما عليهمش ضغط قوي لسه لحد دلوقتي، احنا بنقعد ايه نتفنن كده في البيت وفي الاخر بيطلع بيت تتعامل زي بيوت ميكي ماوس كده، الوان غريبه وحاجات عجيبه يعني. المهم يا جماعه احنا هي فقره مش مش بنحسد ترفع الضغط، مش بنحسد ولا بنقر ولا اي حاجه، بس حبينا كده ايه نديكم يعني اخر الابديتس في 2022 عن اعلى الاجور عالميا. طبعا احنا مش بنتكلم عن مصر دلوقتي بقى،
دلوقتي بقى نتكلم معاكم عن فقرة كئيبة حزينة هتنكد علينا كلنا و... غير اللي فاتت غير اللي كفاية فاتت كفاية بقى. لا احنا اصبر بقى احنا بنفرش. أصبر ماشي بقى. يلا براحتك. فقدان الشغف. يا ترى هل حسيتوا قبل كده بفقدان الشغف ولا لا؟ في ناس فجأة كده مش عارفة بتصحى من النوم ولا بيكون الموضوع ماشي تدريجي بتحس ان هي ما بقتش مستمتعة بالحياة، ما بقتش مستمتعة بالحاجات اللي هي كانت بتحب تعملها، ما بقتش مستمتعة بخروجة كانت بتفرحها قبل كده، ما بقتش مستمتعة بشغلانة هي بتحبها، ما بقتش مستمتعة حتى بالقعدة ان هي لو هتقعد تتفرج على حاجة لوحدها. واضح انه كلام مسس فاروق. ايه تاني يا نورة؟ ايه تاني يا نورة؟ يعني ده بيحصل ليه وامتى وازاي؟ طبعا احنا مش دكاتره نفسيين علشان نقدر نقول الموضوع ده، ولكن حابين ان احنا نتكلم معاكم في الموضوع ده. يا ترى ايه الاسباب اللي انتوا شايفينها ممكن تؤدي لفقدان الشغف؟ هل الموضوع بيحصل مره واحده زي ما كنت بقول، ولا الموضوع بيكون تراكمات نتيجه حاجات، او ممكن نتيجه السن، ان كل ما الانسان بيكبر شويه نظرته للحياه بتختلف، المتعه نفسها بتختلف، الحاجه اللي كانت بتفرحني في العشرين غير اللي بتفرحني في الثلاثين غير اللي هتفرحني بعد كده، ايه اللي بيحصل يا ترى جوانا علشان نوصل للمرحله دي وبتاثر علينا ازاي؟ في بقى البعض هنا ايه ممكن بيوصل لمرحله ان هو مش عايز يعني يقعد مع حد وعايز يبقى قاعد مع نفسه كده وعايز يقعد في اوضته ما ينزلش كتير. لا ده كده ديبريشن يعني. احنا ما هنا البعض ممكن من كتر ان هو فقد الشغف خلاص بيوصل لمرحله معينه من ضمن المراحل اللي هي خاصه بالاعراض اللي هي النفسيه شويه، فهنا لازم يعني يخلي باله. وبرده فقدانك للشغف ده بيجي من ايه؟ بيجي ان انت بني ادم ممكن حياتك روتينيه شويه، كل يوم بتعمل نفس الشيء من غير يعني ما انت بتجدد فيه حاجه معينه، بتعمل شيء مختلف فيه، حاجه انت مش حاببها فانت بتعملها غصب عنك باستمرار، فهنا ممكن خالص. على فكره الموضوع بحسه ان هو في بعض الناس، خلي بالك يا نوره برضه ماشي، في بعض الناس كده بيشتغلوا يعني في البعض علشان يوصل اللي هو عايزه فبيرضى باي حاجه في الاول. وده اللي احنا قلناه قبل كده، انك اهم حاجه ما توقفش، اهم حاجه انك حتى لو عايز تسعى لحلمك وهدفك ولسه ما وصلتلوش اعمل اي شيء يقربك ليه. يعني حتى لو بتشتغل حاجه انت مش حاببها مش مشكله، بس يعني ان شاء الله مع الوقت هيجي الحاجه اللي انت بتحبها او هيفتح لك حاجه ثانيه خالص. وارد. انا مش موضوعي ده. أمال أنا إيه؟ انا بحس ان هو الموضوع ملوش مقياس او ملوش حاجه نفسي بتؤدي لحاجه. يعني في ناس على فكرة بتبقى مبسوطة في شغلها وما عندهاش مشاكل كبيرة في حياتها، طبيعي كلنا عندنا مشاكل، بس مش مشاكل اللي هو كبيرة يعني. حياتها مستقرة نوعا ما، أمورها المادية تمام، نقدر نقول إن احنا لو شايفين كده الموضوع من بره هنقول حياته كويسين. تمام كويسة الدنيا ماشية كويس، بس ما تعرفيش إيه في الداخل. إيه اللي بيحصل يخلي إنه الشغف يروح، ما بقاش بيستمتع بحياته زي الأول؟ ما هو محدش عارف الراجل ده بيمر بإيه ولا هي بتمر بإيه. ما هو مش معنى إن الواحد فقد شغفه، ما هو ممكن فقد شغفه عشان خاطر هو بيمر بضغوط نفسية بره الشغل خالص، فهنا ما بيعرفش يفصل، عنده مشكلة إن هو مش عارف يفصل ما بين شغله وحياته. الضغوطات اللي في حياته مأثرة عليه بشكل كبير جدا فمخليها مش عارف يستمتع بالحاجة اللي هو فيها ففقد شغفه. انت ليه يا فاروق بترجع تاني؟ انت اللي ضلمتيها مرة واحدة فضلمتها معاك اكتر. انا مش ضلمناها على الناس، مش عايزين نرجعها للشغل ولا المرتبات القليلة ولا الحاجات دي. عايز ايه طيب؟ هو ايه اليوم ده؟ السعودية كسبت النهاردة. استنى بس اسمع. في ناس اما بتنضج او بتكبر نظرتها للحياة بتختلف. بتهدى بتشوف الدنيا بشكل مختلف. فالهدوء ده اوقات بيربطه كده عدم شغف ناحية الحياة. يعني عادي انا بمشي يومي، بروح الشغل عشان المفروض اروح الشغل، بقعد مع العيلة عشان المفروض اقعد مع العيلة، باكل عشان انا المفروض اكل. تحس انه الحياة ماشية بوتيرة واحدة، في هدوء، في برود فيها فطور. مش شرط ان هو عشان عنده ضغوط معينة في شغله، او مش شرط عشان حاجة حصلاله. بتحس ان هو الواحد لما بيكبر في حاجه بتعطل جوه، مش عارفه ايه اللي مش بيحصل. بتعطل. هو في البعض لما بيوصل لمرحله معينه، وطبعا في يعني ناس دماغها دي محترمه، وفي اللي بيوصلوا لمرحله الحكمه الكبيره قوي، دول بيبقوا عندهم يعني ايه هدوء تام، بتلاقيهم مستكنين كده، ما عندهمش قمه الفرحه ولا قمه الحزن. هو الدنيا وسط، هو شايف ان الدنيا وسط دي وحشه. خلي بالك هي دي برضو
ما حدش بيوصلها بسهولة. هي مش وحشة. لا وحشة، هي حلوة انك تبقى فاهم وراسي وعارف الموضوع، بس هي الفكرة في ايه هنا؟ ان رد فعلك مش متوقع اللي قدامك. ان انت عايز مثلا تعمل حاجة كويسة جدا وبتديها له او بتعملها له تلاقيه عادي، ان هو عادي لان هو خلاص. هو انت عارف ان انا بيجي عليا اوقات وانا بتكلم ببقى انا مثلا حاسه ان انا من جوايا بضحك بس انا مش بضحك والله العظيم، يعني بقعد اراجع نفسي كده، هو انا وشي بيضحك ولا انا وشي مكشر ولا ايه اللي بيحصل؟ يعني ما ببقاش عارفه بيتحرك لوحده ولا ما ببقاش فاهمه. هيا نورة وبعدين وبعدين بقى جت فتره عليا في حياتي يا فاروق. ايوه اتفضلي. والله استنى عشان نسيت اللي انا كنت باجو شغل مزيكا كده، شغل مزيكا بصوت واطي كملي. لا والله جت لي فتره في حياتي كده كنت يا جماعه اصبوني ممكن اتاثر. يا اتفضلي طبعا اتفضلي البيت بيتك. عايزه اكمل الجمله. جات لي فتره في حياتي كنت بقعد اقول ان انا نفسي يعني اما اضحك اضحك من قلبي واما حتى لو هزعل قوي او هتضايق او هعيط احس ده من قلبي. كنت اللي هو بعيط عشان المفروض في الموقف ده اعيط بس بس انا مش حاسه حاجه. يعني ده الاوردر بتاع دماغك المفروض بتديهوله ان انا اعيط اعيط. عايزه ارجع احس تاني. طب ما انت المرحله انت اكيد عشان بتعيطي اكيد انت حسيتي حاجه فعيطتي. لا خالص. طب انت لما فرحتي اكيد حسيتي حاجه عشان فرحتي. طب انت عايزه ايه بقى اللي هو الشغف؟ مين اين ذهب الشغف؟ مال الشغف ومال العياط والضحك؟ ما هو الشغف لما بيروح كل حاجه بتروح. كل انت بيروح. ما تبقاش حاسس بقى يعني عم ضياء انا انت رحتي فين؟ مع عم ضياء رجع اهو. عم ضياء كله رايح كله رايح كله راح. بس انت عارف الحل ايه بقى؟ هغششكوا حاجه يا جماعه. ان انا قعدت اخصب على نفسي ان انا احس. تخسي؟ احس اخس ايه؟ يا ريتني عارفه اخس. ما سمعتش معانا رنا. طب ناخد رنا نفس شويه. ارجع اقول لكم النصيحه يا جماعه. يا رنا ازيك يا رنا؟ الحمد لله. انت عاملين ايه؟ انت فين يا رنا؟ ازيك؟ الحقينا. ما ده انا جايه ازود عليكم مش جايه الحقكم. انت جايه تزودي يا رنا ليه؟ قولي لنا يا رنا اخبار الشغف معاكي ايه؟ ده ضايع بقاله كتير قوي. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ بصي انا مش عارف بس زي ما يعني زي ما انت كنت بتقولي اعتقد ممكن يكون مرتبط بالنضج شويه. فكره ان احنا يعني اتخلصنا من فكره ان احنا صغيرين شويه بننبهر بكل حاجه أيوة. عندنا لسه استكشاف لكل حاجه فبنحس بحاجات مختلفه فده بيخلينا ننبهر بيها. بس كل ما بنكبر كل ما مشاعرنا بتهدى كل ما احنا بنهدى فالموضوع بيبقى خلاص تمام حلوه. بس ده برضه حلو على فكره لحد ما. لا مش حلو. ليه؟ هو حلو ووحش. يعني حلو لما بتكون مثلا بتمر بظروف صعبه فانت عارف ان هي شويه وهتعدي عادي. بس وحش ان هو بيخليك ما بتستمتعش بالحاجات اللي انت كنت بتحبها او اللي انت بتستمتع بيها. وبتحس ان هي عادي. يعني حتى لما بتفرح اللي هو تمام يا جماعه انا مبسوط دلوقتي بس حتى بتبقى سعاده لحظيه فاهم؟ صح تمام مؤقته وبعد ما الموقف يعني بيخلص يعني هو حلو خلاص. في المشاكل ان احنا بيبقى عارفين بيبقى مدركين ان دي مشكله مهما قعدت هتخلص. ان مش عارف فتره حزنها هتعدي. طب رنا قولي لي بتشوفي موضوع فقدان الشغف ده بيجي بشكل تدريجي ولا فجاه؟ على حسب الشخص مر بايه. ممكن يكون مر بظروف هو سن صغير فتاثر عليه بزياده. انا شخصيا بحس ان هو بيجي مع كل ما بنكبر. يعني كل ما العمر بيتقدم بينا الموضوع بيفرق في الحته دي قوي. طب وليه ليه بنقابل ناس مثلا كبيره في السن ونقول والله ده روحه شباب ده مرح ده بيهزر ده بيضحك ده مقبل على الحياه؟ يعني ايه اللي بيختلف من شخص لشخص؟ ما هو ده بيكبر وده بيكبر بس ده يعني روحه. يعني بحس ان اللي بيكبر ولسه عنده الشغف ده لسه يعني لسه ما نضجش. لا لا ليها علاقه بالروح. لا لا ليها علاقه ان دايما لا عادي ما هو الناس روحه حلوه. لا دايما تلاقي ناس ممكن. لا لا احنا لازم هنا نفرق ثواني يا جماعه عشان بس النضج والروح اللي فاقده الشغف دي مش ناس كئيبه ولا لا بالعكس. أيوة أيوة بتبقى ناس مرحه جدا وبتبقى أيوة ناس منطلقه وبتحب الحياه وبتعمل كل حاجه بس هم يعني تمام كل حاجه عندهم عادي فاهم اللي هو ما عندهمش مثلا هدف ان هم بيسعوا له او ان هم عايشين لحاجه معينه او في حاجه كبيره بتاثر فيهم. لا تمام يعني اللي هي عارف كلمه عادي هي بتبقى دي اكتر حاجه بالظبط. صح. لكن ده مش معناه ان هم كؤبه خالص او صح. ان هم هتشوفهم بتلاقيهم بيعيطوا ولا بيقطعوا شرايينهم. لا خالص كده يعني. طب انت شايفه ازاي الواحد ممكن يكسر الجزء ده وازاي يرجع شغفه مره ثانيه؟ بص مش عارفه بس بحس ان احنا المفروض ان احنا نركز اكتر على الحاجات اللي احنا بنحبها. بس انا شايفه ان هي يعني عارف زي مرض السكر كده حاجه انت بتتاقلم معاها هي ملهاش علاج. يعني انت مش خلاص بقى يعني مش هتعمل حاجه وبعد كده بعد اسبوع ولا شهر هترجع تاني لطبيعتك. لا
انت بس بتحاول ان انت ما تنزلش لتحت اكتر، فكره ان انت تعمل الحاجات اللي بتحبها علشان على الاقل يعني تبقى فاقد الشغف ومبهج ومنطلق زي ما انت قلت كده، ما يبقاش كئيب. ايوه لكن فقدان الشغف بحس أيوة. ان هو خلاص يعني نوره بقى قولي نوره الكلام ده. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه يا رنا؟ باي باي. باي باي يا رنا. السلام عليكم. ايه قولي لنوره؟ انت شرفك ان انا فاقده للشغف. كملي يا نوره، احنا كنا بنقول ايه؟ باين عليا؟ لا لا خالص، كملي اتفضلي. احنا قلنا اول عرض ايه عندك؟ معلش تاني كده. بص يا سيدي، هو بياخده كام؟ عالجيني انت بقى، عارفه عالجيني انت. فبقول لك موضوع بقى ان انا ارجع احس تاني، ده نعمل ايه بقى؟ نخصب على نفسنا الاحاسيس. يعني ان انت مثلا اما تيجي تضحك اضحك أيوة. كانك مبسوط او ما ده احساس. يعني حتى على فكره يوجا الضحك فيها جزء كده، ان انت بتضحك انت بتفيك الضحكه في الاول لحد ما بتوصل لمرحله في الاخر ان انت بتضحك بجد. فهي نفس الفكره، ان انت لما بتضحك وانت مش حاسس بعد شويه وقت اكيد ان شاء الله ربنا يكرمك والضحكه دي تبقى بجد. فاهم حاجه؟ ايوه فاهم، هو بحاول بس بقول لك ايه، عارفه الفكره في ايه؟ الفكره طالما انت ضحكتي او طالما انت خلاص عيطتي والكلام ده، انا شايف ده احساس انت حسيتيه. في بقى البعض هنا عنده الاحساس ده جاهز، يعني ايه جاهز؟ عادي. هو قادر ان هو يستقبل اي حاجه باحساسه، يعني قادر ان هو يستقبل الحاجه دي حتى لو بسيطه ويتبسط بيها. قادر ان هو لو حاجه دي ممكن عند البعض ما يحسش بالشخص ده، هو ممكن يعيط فيها عشان خاطر هو حس بالشخص ده ان هو متضايق او تعبان من حاجه معينه مثلا. ما فهي على فكره ما انا بحس الاحاسيس دي. طب انت كويسه يا نوره؟ اي بس اسمع بس، إيه اما بحس الاحاسيس دي مش بعيط، بس اليوم بيتقفل عندي. يعني مثلا لو شفت حاجه اتاثرت بيها، ركز معايا لو سمحت. معلش بقول ايه، فاصل بس، فقول لهم ثانيه واحده بس. طب ثواني يا جماعه احكي حكايتي. محدش يعصب نوره دلوقتي، بس محدش يعصب. ان انا لما بشوف على خير فاصل بس، يعني واحده واحده. اتفضلي يا نوره كمان. ان انا لما بشوف حاجه تضايقني بتفضل بقى منكده عليا طول اليوم. من غير ما يعني ما ببقاش معيطه، بس يومي بيقفل بقى وبتعب وكده. طيب وعدينا الحمد لله، عدت ولا ايه الاخبار؟ يعني رحتي للدكتور؟ الحمد لله انت كويسه، فقرتنا خلصت الحمد لله. لا اله الا الله. هو اليوم ماله النهارده؟ خلاص النهارده التلاتة. ايه النهارده التلاتة؟ ما وترتش. من الاخر يعني عشان خاطر ايه؟ الواحد يحس ان هو ممكن يعني يجدد شغفه مره تانية، ويحس ان هو مقبل على الحاجه بحب او بسعاده الى حد ما شويه، حتى لو انت يعني كحيان او شقيان ايا كان الموضوع فينا كلنا زي بعض. يعني حاول تسعد نفسك بابسط حاجه. ابسط حاجه يعني ابسط حاجه ممكن نعملها ايه؟ اي حاجه ممكن تحس فيها بفرحه، حتى لو هتروح تجيب سندوتش كبده من اي حد جنبك هنا، يعني عادي جدا. طالما الحاجه دي فيها سعادتك او الحاجه دي انت حاسس فيها بشغفك اعملها. اكسر الروتين بتاعك. لبعض الناس اللي بتقعد بالساعات في شغلها والايام من غير اجازات، اكسر الروتين بتاعك دايما واعمل شيء جديد. لو ربنا كرمك والدنيا معاك تمام، سافر، روح اي حته هنا في مصر حلوه جدا. الدنيا مش متظبطه، خروجه حلوه كده في اي مكان وتمام جدا. ده كان الموضوع. معلش يا جماعه احنا النهارده نكدنا عليكم، بس معلش يعني. بس هو ايه، يكفي النهارده السعوديه كسبت الحمد لله، وتونس اتعدلت الحمد لله. الحمد لله. بعد الفاصل يلا بينا بقى. بعد الفاصل، صناعات مصر مبادره للحفاظ على الهويه المصريه، يكون منورنا عبير الغمري ومع حسن من خريجي مبادره صناعات مصر. خليكم معانا. بصوا يا جماعه، يعني عندنا صندوق التنميه الثقافيه بيقدم شيء محترم جدا ونموذجي، وهو خاص بالهويه المصريه والتراث المصري بتاعنا. لما بنتكلم على الحرف التراثيه بتاعتنا واليدويه، اكيد يعني شيء محترم جدا ان احنا نشوف ده بيتم دعمه من خلالهم، وبرضه يكون ليه مبادره خاصه بيهم، وهي اسمها مبادره صناعيه مصر. صناعيه مصر فكره حلوه جدا، بيدربوا الناس وبيأهلهم ازاي كمان يتخصصوا في بعض الورش الخاصة بيها بقى، لان انا عرفت كمان ان هم عندهم اكتر من يعني من جزء خاص بالورش بتاعتهم، سواء كانت البرامج الخاصة بالنحاس او كمان الاكسسوارات وخلافه، وهنعرف لسه بالتفصيل برضو من خلال ضيوفنا. بس اللي عجبني اكتر ان احنا برضو بنركز على هويتنا، على الشغل بتاعنا. وقلت في اول الحلقة ان احنا مهم جدا ان احنا نحافظ على الاطار ده وما نطلعش براه، لان هو ده الخاص بينا بكل شيء بقى،
بشغلنا بتاريخنا بحضارتنا وايضا كمان بمستقبلنا ان شاء الله. النهارده منورنا اتنين بقى ايه من مبادره صناعيه مصر وهم يعني من السيدات المحترمات. منورنا الاستاذه عبير الغمري وهي احد خريجي مبادره صناعيه مصر يعني وبالاخص في الاكسسوارات على ما اعتقد، صح كده؟ اهلا وسهلا، أهلا منورنا جدا. الله يخليك. وبرده منورنا الاستاذه مها حسن وهي احد خريجه برده مبادره صناعيه مصر في النحاس، عشان اكون برده ايه يعني دقيق جدا. بالظبط. يا استاذه مها نورتينا. ميرسي. اخباركم ايه؟ بخير الحمد لله. سيدات مصر دايما كده يعني مشرفينا ما شاء الله. الحمد لله. طيب يا استاذه عبير هبدا بيكي يعني الاول، عايز اعرف منك ايه اللي خلاكي تفكري انك ممكن تشتركي في المبادره دي وكمان تكوني معاهم؟ انا عندي من وانا طفله صغيره شغف بالحلي. فطول عمري بحبه، طول عمري بحب اعمل اكسسوري بنفسي، اجيب الحاجه اشتريها وارجع افكها واعملها من اول وجديد تاني. فدايما الشغف ده خلاه موجود جوايا. خلصت دراستي وخلصت تعليمي وكل حاجه واتجوزت ولسه برده الشغف فضل موجود. اما لقيت في اعلان عن المبادره وكده وقلت طب ما اجرب. طبعا كان فرق كبير طبعا لان السن كان كبير والفتره كانت كبيره، بس قلت لا انا يعني هحاول وزي ما هتيجي تيجي. دخلت وقدمت فعلا وفوجئت انهم قبلوني. لا وفعلا التالنت عند الواحد وهو فعلا عايز يعمل وعايز يوصل لحاجه. بس ده كان واضح عليكي في البدايه يعني، كان واضح انك بتحبي الحلي، بتعملي اكسسوارات في البيت. انا اول ما دخلت المكان كمان نفسه كان معايا دوسيه كامل فيه كل الرسومات اللي انا بحبها، لان كنت بحوش الرسومات اللي انا عايز اعملها. لو مش عارفه اعملها كنت بنزل ازهر عند ناس اصحابي اقول لهم اعملوا لي دي، انا عايزه الشكل ده. عشان دايما احب هادي اي حد تبقى حاجه ايه قطعه كده محدش عنده زيها. وتصميم وشكل ورسم، فكان عظيم الحته دي. فطبعا لما وريتها لل وسمعتي عنهم ازاي؟ اصحابي كلهم كانوا قالوا لي في مبادره موجوده، كان هم في فنون تطبيقيه، فقالوا لي في ما تجربي وتروحي تشوفي. قلت لهم اروح واشوف. فالحمد لله وبدات المشوار معاهم. بدات معاهم من لا شيء يعني، انا خريجه سياسه واقتصاد واخده دبلومه في الموارد البشريه، بس طبعا بصيت لقيت لا انا عايزه ده. هنتكلم بالتفصيل دلوقتي حبدي. ايه اللي حصل بقى وكمان الدراسه مدتها قد ايه والكلام ده. ان شاء الله. يا استاذه مها قولي لي يعني حبك للنحاس اشمعنى، وكمان برضو ايه اللي خلاكي تنضمي ليهم وتشاركي في مبادره صناعيه مصر؟ هو حبي للنحاس كان زي اي حد هاوي وبيعشق الشغل النحاس وبيبص له كده بنظره كمتفرج. فليا صديقه اسمها رانيا بهزاد قالت لي في مبادره اسمها صناعيه مصر قدمي فيها، لان هي عارفه ان انا بعشق حاجه اسمها الهاند ميد. كل ما ينزل تحت بند هاند ميد انا بعشقه. حلو جدا. دخلت روحت بالنسبه للشغل اللي هو النحاس ده فقدمت، وبرضك كان عندي امل اني اقبل، وفي نفس الوقت في حته تردد ان مفيش قبول علشان السن. الحمد لله لقيتني قبلت ودخلت المعلومة لا شيء، لا خرجت الحمد لله صنايعي بفضل الله وبفضل المدربين. ده شغلنا كلنا. شغلكم مع بعض؟ لا ده بالنسبة لنا ده الاكسسوارات، شغل الحلي استاذ عبير. والقطع الكبيرة اللي هي عبارة عن براويز والعلب والحاجات دي شغلي وشغل زمايلي معايا في المبادرة، يعني مش شغلي انا بس لوحدي، لان انا معايا ده كده ليا فيها قطعة والباقي بتاع زمايلي. يعني اقصد هو الشغل الخاص اللي هو بالنحاس اللي هو زي اللي فوق. ايوه شغل المجموعه كلكم مع بعض. انا فاهم يعني اقصد عشان ايه اللي فات ده كان شغل الاكسسوارات والحلي وده كده النحاس. دي شغل ايدي. حلو جدا. وشغل برضو يعني في منتهى الدقه يعني على ما اعتقد برضو عشان نوصل للمرحله دي يعني بتاخد وقت مننا. اتطورنا كتير عشان نوصل للمرحله دي وبنتعب. لا الموضوع ما جاش بسهوله. لا شغل حلو قوي وبجد يعني الواحد فخور جدا بيكم بالشغل بتاعكم. طيب استاذ عبير قولي لي يعني علشان نوصل بقى للمنتج الحلو ده واللي احنا شايفينه واللي الاغلبيه يعني بتهافتوا عليه برضو من اجانب كمان بالاخص يعني، اول حاجه مده الدراسه قد ايه؟ وعندنا كان برنامج خاص بالمبادره. مدة الدراسة احنا خدناها سنتين علشان خاطر فترة كورونا كانت في النص. لكن هي الطبيعي قد ايه؟ الطبيعي سنة ونص تقريبا. سنة ونص.
او سنه وشهرين يعني مشكلة. احنا استفدنا في الفتره دي لان حتى فتره الكورونا كنا بنروح برضو عشان عايزين نشتغل، وهم هناك طبعا كل الامكانيات كانت عندهم متوفره، فكنا بنروح نشتغل على طول وكانوا بيرحبوا بينا بصراحه. يعني في كم برنامج هناك بيقدموه؟ الدراسه كان هناك كان في ناحيه نظريه وكان في ناحيه عمليه. الناحيه العمليه اللي هي بنقعد مع المدربين نفسهم نمسك الاركيت اللي هو المنشار ونبدا نشتغل بيه شويه شويه، ازاي نعمل ملمس على النحاس نفسه يعني شكل عليه، ازاي نعرف ننشره شويه شويه كده لغايه ما اتعلم. الناحيه النظريه عندنا في كان تاريخ الفن مثلا، رحنا اتعلمنا تاريخ الفن وكان زودنا عليه واضفنا ليه بان احنا كنا بنروح المتاحف. فطبعا المتاحف بتروح هناك بتشوف كل حاجه خاصه بمصر، تاريخ مصر، الفراعنه، وبعدين معانا الدكاتره بيبقوا جايين معانا بيشرحوا لك كل حاجه بالتفصيل. نظرتك لما بتبقى رايح لوحدك غير لما بيبقى معاك دكتور وبيقول لك بص دي بتزود معلومه وبدقه بنظره اخرى وبيحببك فيها. يعني انت بتشوف الحاجه بتمشي كده، لا هو بيركز قوي معاك وبيقول لك بص دي معموله ازاي، فبتقعد تتخيل دي هعملها ازاي، فبيبقى التركيز فيها قوي. زائد طبعا الناحيه الفرعونيه او القبطيه او الاسلاميه، يعني كل الحاجات دي لما بتشوفها وبتدخل فيها لا بتقدر تحدد انا ميال ناحيه ايه، انا عايزه اشتغل في ناحيه ايه، وفي نفس الوقت لازم تبقى شفت كل الحاجات دي علشان تقدر تحافظ على الشكل ده. ده الشكل اللي هحافظ عليه، بس عايزه هعمل منه مودرن عشان يتواكب مع العصر اللي احنا فيه، لكن المحافظه على ان اي حد يبقى ماشي اول ما يشوف يقول لك دي مصر. هو الفكره في المشروع ده ان هو يعني الحفاظ على الهويه بتاعتنا. صحيح. هويتنا المصريه وتراثنا بالظبط. على ما اعتقد يعني كان الواحد بيقول ايه ربنا يستر على الحرف اليدويه لما ظهرت الطفره الصناعيه والتكنولوجيا الهائله اللي احنا فيها يعني كمان. فالواحد بيقول ايه طب والايد العامله دي اللي هي من الاخر تتقدر بذهب وما تقدرش غير بفلوس محترمه يعني موجوده ومش متشافه عايزه تتشاف. ما هو بقى الفكره ان احنا بنسلط الضوء على ده، واللي انا كمان عاجبني اكتر ان المبادره ركزت في الجزئيه دي بالظبط، لان هي برضو دورها كبير جدا، مش بس دور المكن والمصانع اللي احنا بنشوفه بس هو ممكن بيعمل انتاج او طفره وتنميه، لا برضو العقل البشري بتاعنا والايد بتاعتنا هي اللي بتعمل برضو التنميه. دي كانت من ضمن البرامج اللي احنا خدناها مع طبعا المتاحف والتاريخ الفن، دخلنا اخدنا التصميم وكان ليه فضل كبير بشكل انا بالنسبه لي كان بنسبه 90%. لان التصميم اتعلمت تصميم نباتي، اتعلمت تصميم هندسي، اتعلمت الخط العربي، تعلمت حاجات كتير قوي، والفترات يعني كل اسبوع كان مره ومرتين وفي اساينمنت لازم يتعمل ولو ما اتعملش ترجع تعيده، عارف زي الاطفال بالظبط لما بيفضلوا وراهم يفضلوا لغايه ما يتعلموا الحاجه. فكان كده ففعلا كنت لما بتيجي تشوف النتيجه في الاخر حلوه وبعد ما عملتها تقدر تنفذها كمان ده احساس تاني خالص. هايل جدا. طيب مدام مها قولي لي يعني اول حاجه هو في كام تخصص داخل المبادره دي؟ في تخصص النحاس وفي الحلي وفي الخزف وفي القشره وفي ده كل حاجه ليها دراستها وليها شغلها. كل حاجه حضرتك انت بتشربها بتطلع من لا شيء قطعه مليانه كده روح. عارف حضرتك لما انت بتترجم اللا شيء لشيء بتحس بيه بجماله. احنا هناك في المبادره اتعلمنا ده، اتعلمنا ناخد حاجه من التراث القديم وابدا اطبق اللي انا اتعلمته في التصميم، اوري للمدرب بتاعي هاي الدنيا دي كده تمام، لا دي مظبوطه هنا، لا دي ناقصه هنا. فبامانه كل المبادره عملت شغل رائع من القشره للنحاس للحلي للخزف، حاجه رائعه جدا. هل ممكن يعني اي حد يتخصص في اكتر من حاجه منهم؟ لا هو كل واحد لازم بيبقى في حاجه، يا ريت والا كنا جرينا وقدمنا تاني. هو انتوا كلكم بتسمعوا على بعض يعني الشغل مثلا بتاع النحاس بنشوف يعني هل كل واحد فيكم بيبقى بس متخصص على النحاس من اول لاخره، ولا النحاس بينضم اليه الحلي مش عارف مين تاني ممكن يخش في مشاريع التخرج ممكن مسموح لنا بمساحه ان احنا مثلا النحاس ده هدخل معاه حته خشب الحلي ده تصميمه هيبقى مثلا فلاني فكبير شويه ممكن هنساعد بعضينا يعني في مساحه شويه لكن انا مش باخد كل المعلومه عن الخشب، مش باخد كل المعلومة عن الخيامية، لا بعناية تخصص بس لكن أنا بشرب اللي أنا الحرفة اللي أنا داخلها. طب والنحاس بقى شغله صعب؟ صعب صعب حاجات كده كبيرة، بس يعني بعد ربنا احنا كان معانا صنايعية بمعنى كلمة فنانين
اتدربت على ايد استاذ احمد معزوز وعلى ايد استاذ محمد عبد الرحيم، دول علموني الاركت انشر النحاس وافرغه. واستاذ سامح واستاذ ابراهيم علموني النقش على النحاس، تحس ان في مزيكا. انت شغفك في النحاس من البدايه زي ما قلتي من شويه. وكان تقنيه الرباسي ازاي اعمل عالي وواطي مع استاذ محمود. بامانه انا كنت اشوف مثلا ده حلو بس في دوشه، لا ده في سيمفونيه حاجه كده مزيكا. انا حاسك مستمتعه حتى جدا. انا بعشق المبادره. وحضرتك تكلمي كده على النحاس رائعة. يعني رائعه. معقوله وصلنا المرحله دي الحلوه دي؟ وصلنا لمرحله الندهه اللي ندهتنا بجد. والله. طب القطعة ممكن تاخد منك وقت قد ايه؟ معلش يعني انا حاسس ان الكلمة بتتكلم على المزيكا دلوقتي. في قطعة ممكن تاخد من حضرتك اسبوع. في قطعة ممكن تاخد شهر. في ممكن قطعة تاخد منك اسبوعين. عارف بقى بعد انت ما بتخلصها، الله ايه ده؟ انا عملت ده؟ في انتاج. انا عامله بحب. لا يعني لا لا، حاجة جميلة جدا والله العظيم. انا حبيت النحاس بالطريقة دي كده والله. يعني شوف يا جماعة، اللي بيحب شيء بيتقن فيه بشكل يعني محترم جدا. بجد انا فرحان جدا وفخور جدا بيكم ان انتوا بتعملوا حاجه بحب قوي بجد والله. طيب مدام عبير، قولي لي يعني القطع بالنسبه لك اللي المفروض تشتغلي عليها، اول حاجه بتعمل ايه؟ يعني طريقه شغلك بتكون عامله ازاي؟ بتجيبي القطع دي كخامات ازاي؟ بتعملي ايه؟ بيبقى هل في رسومات في الاول بتعمليها؟ وضحي لنا كده الشكل اللي هو الخاص بالشغل بتاعك. الناحية الفنية، احنا بناخد قطعة النحاس، وغالبا هي بتبقى قطعة صغيرة ما تبقاش كبيرة زي قسم النحاس يعني. اهم حاجة في الموضوع كله انك انت تبقى عامل تصميم كويس. تصميم، عملت التصميم كويس ومقياس مظبوط، والناحية اليمين زي الشمال عشان ما يبقاش حتى الشكل باين. المقاسات كل حاجة. انا عشان كمان بشتغل فوتوشوب، فده ساعدني جدا. بقيت اخد اي رسمة تعجبني اروح واخداها ارسمها على الفوتوشوب كويس واروح ظبطها بالمقياس بتاعها المظبوط. بعد كده باخد القطعه ديت اطبعها واروح احطها على النحاس، وابدا بقى بالظبط ايه اشوف بالشنيور كده ايه الحتت اللي ممكن تتفرغ، نبدا بقى نفرغ فيها. تاخد وقت شويه في التفريغ وكده اهوت، بس بعد ما بتطلع في الاخر التلميع والنتيجه بتطلع في ايدك في الاخر، بتبص عليها بتبقى حاجه رائعه فوق ما تتخيل. ايه اصعب قطعه بالنسبه لك ممكن تشتغلي فيها؟ يعني ايه اصعب حاجات؟ الخواتم مثلا، السلاسل، الحلقان، بالنسبه لك ايه الحاجات اللي ممكن فيها شغل صعب؟ الانسيالات اللي بيبقى فيها شغل زخرفه مثلا. زخارف بتبقى موجوده فيها، مش فاكره الاسم بالظبط، بيتحط فيها الزخارف كده، او بيبقى فيها في حاجه اسمها شفتشي. بس احنا ما درسناهوش، لكن احنا بنبقى تفصيل. اسمها تفصيل. بناخد الرسومات ديت نفصل الحاجات ونحطها عليه. فعشان تعمل الديزاين ده كله وتحطه على قطعه نحاس وتعملها كانسيال، بتاخد غلبه شويه، بس النتيجه بتاعتها رائعه مبهرة. يعني لا تتخيل قد ايه رائعه، خصوصا لو كان فيها نوع من الهويه كمان بتاعت مصر. عملت المشروع بتاعي كان مشروع فرعوني، وعملت المشروع الثاني كان عملت هما ثلاث مشاريع. المشروع الثاني كان نوبي، انا عشان بحب النوبي فاخدت روح النوبه كلها، البيوت بتاعتها والمثلثات والنخل بتاعهم، ورحت عاملاه في الاكسسوري. فطلعت بالظبط الانسيال عباره عن خمس بيوت، والبيوت بالنخل معاها. حلوه دي. السلسله نفس الحكايه، البيوت مع النخل والنخل خارج بره الاطار بتاع الرسمه. فكان يعني كان فعلا شكلها ملفت جدا ولاقت اعجاب. حافظت على التراث زي ما هو والهويه بتاعتي، بس حطيتها بشكل ان ممكن اي حد يستعملها ويبقى هيجنن عليها. وفعلا لقيت اصحابي كلهم في الدفعه قالوا لي لا احنا هناخد دي، شوفي بعد ما هتخلص خالص المبادره وكده احنا واخدين الحاجات دي. ما دي بقى الحيره دلوقتي في الشغل اليدوي، ان الواحد ممكن يعمل حاجه حلوه جدا وتكون قطعه او قطعتين بكتير جدا. بالظبط. ويكون عليها طلب كتير قوي، يعني يكون الناس محتاجاها. هل هنا الواحد ممكن يعمل اكتر من قطعه لو عليها طلب؟ طبعا هي كل حاجه ممكن، بس انا بالنسبه لي مش عايزه كده. انا بالنسبه لي بحب دايما كل واحد حتى لو القطعه نفسها هي لازم يبقى فيه حاجه مختلفه عن التاني. لكن ما يبقوش اتنين لابسين زي بعض. انا دايما بحب الحته دي يعني. فحتى لو هعمل حاجه وهضيف حاجه هضيف لها حاجه بسيطه فيها، بس تبقى ايه قطعه يونيك كده، انا عارفه ان دي بتاعتي ومحدش عارف مختلفه. حلو ده. مدام مها، قولي لي يعني شاركتوا في معارض قبل كده؟ لا احنا لسه ما شاركناش في معارض لسه، احنا لسه متخرجين. طيب مبروك برضو. حلو. قولي لي يعني
المفروض ايه اللي بيحصل لما بتتخرجوا؟ هل بتحصلوا على شهاده معتمده؟ بيبقى في شيء بعد التخرج؟ احنا اخذنا في المبادره اخذنا شهادتين، شهاده رياده اعمال والشهاده اللي هي بتاعه الحرفه اللي احنا بنحترفها. ايوه. فاحنا مستنيين بقى يعني نحضر شغلنا ونبدا نشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. فاحنا حابين نكون تحت غطى المبادره علشان ننزل برجل جامده كده وقويه، مبقاش لوحدي كده وحد يكسرني بسرعه. لا. طب لو عايزين نتكلم على المبادره دي ونوضحها للناس اكتر، يعني اول حاجه هي بادئه من امتى؟ لو حضراتكم برضه عارفين المعلومه دي. وغير كده كمان لو حد حابب ينضم اليها يعمل ايه؟ المبادره لو حد حابب ينضم اليها بيدخل على صفحه وزاره الثقافه. أيوه. بيتعرض عنها، هي لسه يا دوبك باب التقديم كان شغال وقفل يوم 20 بالظبط. كل اللي بيتقدموا حضرتك بيتصلوا عليهم وبيحصل انترفيو، بيسمع منك وبيشوف ميولك ايه والدنيا بتاعتك ايه، وبعد كده بيبدا من هنا بيتحدد اختيار الناس. وبتبدا بقى التدريبات، بيبقى في جزء عملي وجزء نظري. بناخد يومين في الاسبوع جزء عملي ويوم في الاسبوع النظري. دوت بيبقى بالنسبه لمحاضرات تصميم، ازاي نعرف الديزاين نبداه منين، ايه الصح فيه ايه الغلط. وزي استاذ عبير ما قالت الزيارات المتحفيه دي كان بيبقى ليها طعم تاني، وهم بيشرحوا تحس حضرتك ايه ده، انا كنت في دنيا وبقيت في دنيا. حاجه رائعه. تحس ان حضرتك خارج عندك شغف عايز تطبقه على الورقه، ومن الورقه تطلع بحسب الحرفه اللي حضرتك فيها. وبعد كده الجزء الثاني من المبادره بدانا ناخد رياده اعمال، ازاي ندرس السوق، ازاي نقدر نسوق لنفسنا، ازاي نقدر نثبت نفسنا بالروح بتاعتنا بالبراند بتاعنا. بس كل ده بقى لسه خطوات قدام تاني. خير ان شاء الله. مدام عبير قول لنا يعني ايه الخطه بتاعتك؟ عايز تعملي ايه بعد التخرج؟ اول حاجه انا عايزه افضل لسه تحت مظله صناعيه مصر. نفسي ابقى يعني فرد من النقابه الصغنونه، جمعيه صغيره، نبقى تحت مظلتهم. عايزه اي شغل اشتغله يبقى هو ده اللي ظاهر وابقى عاملاه وانا مش قلقانه. في ناس بتراجع عليا اول باول، متابعه شغلي، حلو كملي، لا استني، في يبقى منافسه ما بين كل اللي كانوا بيتقدموا، يبقى في نوع من المنافسه دايما كده، بحيث يبقى عندي دايما ايه شغوفه ان انا دايما عايزه اعمل الاحسن. المنافسه دي هتخلينا نعمل شغل حلو، ولو هم جهزوا لنا مكان نحط فيه الحاجه دي ونعرضها وساعدونا ان احنا ممكن حاجتنا دي ممكن نصدرها بره، ده بيدي الواحد ان لا انا عايزه اكمل. وفي حاجات احنا خدناها وفي حاجات لسه ما خدناش، يعني انا لسه عايزه كذا حاجه في الشيستاشي. تدرس تاني يعني في نفس التخصص؟ نفس التخصص يعني. في حاجات ما خدناهاش محتاجه، ودكتور فتحي قال لنا ايه الشيفتاشي ده؟ يعني الشيفتاشي ده احنا اول ما سمعناه ضحكنا عليه قوي، عجبنا. انا برضه مش فاهم. ده اللي هو الزخرفه اللي بتبقى جوه الحلي نفسه. فما بتتعمل بشكل رائع رائع، حلو قوي. ففعلا لو الواحد اتعلمها بتدي شياكه واناقه حلو قوي قوي لقطعه الاكسسوري. مين اللي بيقدم اكتر، الرجاله ولا السيدات؟ يعني معاكم في الدراسه 1% راجل، 1%. يعني احنا كان معانا اول دفعه كان عددنا 90. مظلومين احنا دايما في القصه دي، مش عارف ليه. ما عندكوش شغف. ما عندهاش شغف؟ ايوه. حرام عليكم. الاصرار والاستمراريه. يعني الاغلبيه سيدات. الاغلبيه سيدات بنسبه 90%. 99. والنسبه الاكبر بتروح لايه؟ بتروح الكل بيبقى داخل على الحليه. الحليه ده اللي هدفه. بس إن طبعا شغله صعب شويه. ما بنبقاش عارفين بالظبط الدنيا ماشيه ازاي. بس احنا شايفين ان احنا نفسنا في الحليه، لان كل السيدات بتحب الحليه اكتر. واللي بيعرف يشتغل الحليه بيشتغل اي حاجه؟ يعني بيشتغل فضه، ذهب، نحاس؟ اكيد اكيد. بيعرف يعمل ده؟ هي ابسط خامه واصعب خامه هي خامه النحاس. لانها تقيله وصعبه في شغلها، لكن لو اتعلمتها واتقنتها خلاص بقى الفضه سهل، بقى الذهب سهل. طبعا ربنا يكرم. يعني هقول ايه، هقول شباب صناعيه مصر يعني حاجه محترمه جدا بجد، وسيدات يعني الواحد فخور جدا بيهم. وقد ايه دايما لما يكون في شغف داخلي جوه اي واحد مهما كان بقى يعني ايه عمرك ايا كان الموضوع ايه، في الاخر خالص انت عندك حاجه وهدف عايز توصل له بتوصل له، طالما انت الشيء ده انت بتعمله بحب. وعلى ما اعتقد يعني احنا ما فيش احلى من الكلام عن الحلي شفناه بحب بالطريقه دي، ولا شفنا كمان كلام عن النحاس شفناه بحب. طبعا يعني سواء كان مدام عبير او مدام مها حاجه محترمه جدا بجد، والواحد فخور جدا بيكم. مبروك. ميرسي. ونورتونا.
شكرا. وكمان طبعا اي حد بيتفرج علينا من مشاهدينا ومن اصحابنا يعني، وايضا برضو من السيدات يعني، وحابب ينضم ليهم برضو على ما اعتقد يعني منتهى البساطة يعني، ممكن نشوف مبادرة بتقدم حلول لينا بشكل جميل جدا ونموذجي. طبعا مدام عبير ومدامها شكرا جدا ليكم، شكرا، نورتونا. ولسه برضو مكملين معاكم بقية فقراتنا، وبعد الفاصل بقى نستقبل معاكم بقى ايه لكل محب الابراج بقى، وكل محب بقى ايه التوافقات بقى والكلام ده كله، بعد الفاصل مع خبيرة علم الفلك والابراج سابي. خليكم معانا، يلا بينا. أهلا لكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم باقي فقراتنا، وجينا دلوقتي مع خبيرة علم الفلك والأبراج سابي. وطبعا بما أننا خلاص دخلنا في برج القوس، هنتكلم النهاردة عن برج القوس بالتحديد، وأكيد أكيد أي حد عنده سؤال عن التوافقات والتوقعات تقدروا تكلمونا أو تبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك. يا سابي، إزيك؟ عاملة إيه؟ عاملة إيه؟ كله حال؟ متألقة النهاردة. ميرسي، عينيك الحال. طيب، إحنا النهاردة برج القوس. برج القوس ده من الأبراج المحيرة قوي بالنسبة لي. لا، عشان بشوف فيه يعني رجاله بصباصه قوي ورجاله ملهاش بقى خالص في الموضوع ده. هقولك بقى اني البصباصه واني اللي ملهاش خالص. قولي لي. بصي، برج القوس طبعا انت عارفه ان كل برج عشريه اولى وثانيه وثالثه. هو بيبتدي مبدئيا من 21/11 ل 20/12، اوكي؟ عندك اللي هم من 21/11 ل 30/11 دول بصباصين جدا وعينهم زايده. من 21/11 ل 30/11. اوكي. دول هم اول 10 ايام. دول عينهم زايغه جدا جدا جدا، لان هم واخدين من العقرب. قوس عقرب. وهتلاقي حتى دايما جسمهم طويل وعريض. اوكي. هتلاقي بقى اللي هم العشريه الثانيه اللي هي اللي هو القوس البيور اللي من 1/12 ل 10/12، هتلاقي دايما جسمهم اقصر. اوكي. ودول اذكى خلق الله. ودايما 90% بنسبة كبيرة جدا من القوس اللي من 1/12 ل 10/12 دايما ما بيقعدوش في البلد اللي هم عايشين فيها، دايما يسافروا بره، يحبوا السياحة، يحبوا السفر كتير جدا، ودايما بيشتغلوا بره الدولة اللي هم اتولدوا فيها. وأذكياء جدا جدا، وهتلاقيهم عاقلين جدا، هتلاقيه راسي جدا، بيتكلم بحساب، بيرد بحساب، مش همجي يعني. اوكي. وذكائه غير طبيعي. نيجي للعشريه الثالثه اللي هي من 11/12 ل 20/12، دول قوس جدي. ده بيبقى عنيد بس. يعني بيقفش على ما فيش، بيعند وخلاص. اوكي. بس برضو اذكياء، لان برج القوس بوجه عام سواء راجل او ست اذكياء جدا جدا، بس دايما في الابراج الناريه الست بتبقى اذكى من الراجل نوعا ما. بس زي ما قلت من شويه، العشرية الثانية اللي هي البيور بتاعة الرجالة هي الأذكى حاجة في الثلاث عشريات، لكن الست بوجه عام بقى سواء من أول عشرية أو تانية عشرية أو ثلاث عشرية أذكياء غير طبيعيين، لأن هم ست القوس من الستات الذكية جدا. أنا بعتبرها عبارة عن باكج، كل حاجة موجودة عندها، كل حاجة بتطلع على حسب الناس اللي قاعدة معاهم. يعني لو قاعدة مع الناس بيكلموا في الدين هتتكلم في الدين، بيكلموا في الفن هيتكلم في الفن، بيتكلموا في السياسة هتتكلم في السياسة، بيتكلموا في الكورة هيتكلموا في الكورة، هتتكلم في الكورة. هي عبارة عن عندها محتوى كتير وداتا كتير جدا جدا، وبتطلع بناء على الناس اللي قاعدة معاها. ما يتخافش عليها، بس هي حساسة زيادة عن اللزوم، ودايما بتضيع حقها بطريقتها. يعني هتلاقيها صبورة 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 صبورة، وبعد كده تنفجر، تقلب الترابيزة، ما بيفرقش معاها. راجل القوس اهدى منها شويه، يعتبر عاقل شويه، مش عاقل يعني، مش عصبيته ما بتبقاش يعني بسرعه. بتبقى بتيجي دايما بعد شويه، ما بتجيش على الفاضي والمليان. اوكي. برج القوس كان في فتره فاتت عنده، هنقول على 4 سنين فاتوا ورا، لغايه مثلا السنه اللي فاتت، كانت الدنيا عندهم مش الطف حاجه خالص، لان هم كانوا في حياتهم اشخاص، سواء بقى في الشغل في الحياه الشخصيه، كانوا ادامهم عليهم مش حلو. احنا كنا بنتكلم السنين اللي فاتت ان احنا ابعدوا، غيروا الناس اللي حواليكم، ابعدوا عن الناس اللي حواليكم، مديكم طاقه مش حلوه. وبالفعل ناس كتيره جدا الفتره اللي فاتت ديت ابتدوا يقفلوا الدايره عليهم، او يدي ظهرهم للناس اللي هم مدينهم طاقه سلبيه، لان هم ست وراجل القوس تلاقيهم بيصبروا، يعني يصبروا على اصحابهم على قرايبهم، واتعودوا على ناس
ما بيقدروش يستغنى عنهم حتى لو عاملين لهم مشاكل او حتى لو هم بيعصبوهم او حاجه، هم متمسكين باشيائهم، فدي بتعتبر من الحاجات اللي هم متمسكين بيها. لكن هم ابتدوا يتملصوا وتخلصوا من الناس ديت وقفلوا الدايره عليهم وبعدوا عن ناس كتيره جدا وادولهم ظهرهم. وده كان اكتر علاج نافع لبرج القوس بوجه عام سواء ست او راجل المرحله اللي فاتت. وهم نجحوا في ده، بس هم اتاخروا بس نجحوا فيه، وبالفعل الفتره دي بيعملوا كده اهوت وبينفذوه، ابتدت امورهم تبقى احسن بكتير، لان من الابراج المرزقه ونجمها عالي وحظها حلو القوس. القوس من الابراج المرزقه سواء ست، ويمكن الست اكتر من الراجل، والراجل المرزق جدا العشريه اللي هي الثانيه اللي قلنا عليها من 1 12 ل 10 12. اوكي، ويعتبروا هم محظوظين بنسبه كبيره، عندهم حظ حلو سواء ست او راجل. الفتره دي ابتدوا يغيروا الفكر والطريقه، لان هم راجل القوس دايما يتقال عليه انه قديم شويه. يعني عمليا تلاقيه بيعمل ابديت في فكره، لكن حياته الشخصيه تحسه انه قديم تقليدي. شويه اوكي بالظبط كده. ست القوس لا، اكتف جدا وبتعمل ابديت اول باول، وتلاقيها متغيره ومتجدده ودايما نيو لوك وحاجات كده اهوت. اوكي. الفتره دي عندهم بقت حلوه جدا جدا، وخصوصا النص الثاني من السنه دي. الامور عندهم وضحت بالنسبه للناس اللي حواليهم، ابتدوا يميزوا مين يفضل ومين يمشي، البلان اتغيرت بالنسبه لهم الفتره اللي فاتت دي، وحتى الفتره اللي جايه هم عاملين كل شويه دلوقتي بقوا يعملوا بلان جديده، وبعدهم عن الزحمه الكدابه اللي كانت حواليهم فرقت كتير. وان شاء الله بدون مقاطعه حتى السنه الجايه عندهم الدنيا مختلفه تماما. هم ابتدوا يعملوا زرعه كويسه، هيبتدوا يحصدوا بقى الفتره الجايه، ابتدوا يحصدوا، والحياه بالنسبه لهم حلوه جدا جدا. بس راجل القوس يسكت شويه، لان راجل القوس متكلم كتير او بيحكي، وخصوصا العشريه الاولى. اوكي. يسكتوا شويه، ما يحكوش، ما يبقاش حياتهم على الملأ، لان هم من الناس اللي نجمها خفيف. طب مين يعني رجاله القوس يمشي معاها ايه من الابراج الثانيه كارتباط، والعكس ستات برج القوس يمشي معاها ايه من الابراج الثانيه؟ اوكي، راجل القوس يمشي معاه الحمل. طبعا الابراج الناريه تمشي معاه جدا ولازم يقابلها. يعني راجل القوس لازم يقابل ست الاسد، ولازم يقابل ست الحمل. اوكي. وست الجوزاء والميزان متهيألي، والميزان والسرطان انا لسه واخداهم بالترتيب. خلينا نقول راجل القوس لو قابل ست الاسد والحمل ما يكملوش. حتى لو اتجوزوا وخلفوا لازم يحصل حاجه ما يكملوش. تمام. اوكي. لكن راجل القوس الاثنين ستات الوحديين اللي يكملوا معاهم وتبقى جوازه حتى لو فيها مشاكل تكمل، الميزان والسرطان. اوكي. دول الاثنين اللي لازم يبقى لو القوس قابلهم الجوازه تبقى مستمره حتى لو فيها مشاكل، بتلاقيهم مستمره لما لا نهايه. ست السرطان على حسب، لو سرطان ست السرطان قصدي ست الجوزاء لازم تقابل راجل القوس، بس لو هي العشريه الثالثه اللي هي قريبه من السرطان تستمر. العشريه الاولى والثانيه ما تستمرش، بس تبقى شخصيتها اقوى منه. تمام. طب الستات؟ الستات بقى ست القوس لازم برضو تقابل راجل الاسد، ده رقم واحد لازم تقابله. اوكي. وراجل الحمل، وتحب قوي راجل الميزان جدا جدا جدا. وتحب راجل الجدي لازم تقابله. اوكي. والحوت يبقوا اصحاب، بس بس ممكن يحصل حاجه لو راجل الحوت ده اكتف شويه او بيجري او يعني حياته سريعه. ما يبقاش قاعد بطيء في تحركاته او في تصرفاته. اوكي. طيب سيبي ناخد معاكي بعض الرسائل اللي جات لنا. في داليا بتسال بتقول برج الجدي توقعاته ايه في السنه الجايه؟ هيعتبر من الابراج اللي عنده نسبه حظ عاليه السنه الجايه. حلو كويس. طيب ثواني عشان بجيب اللي بعته الاول. مريهان بتسال عن 27/11 بنت. 27/11 بنت برج القوس، قوس عقرب. لان هي العشريه الاولانيه، بقول لها الفتره دي ابتدت عندك ان الدنيا تختلف نوعا ما. اي نعم انت بعدتي عن ناس قديمه كتير، بس انت بتقابله بالصداقات الجديده او انك تتعرفي على ناس جديده، لان انت محتاجه طاقه جديده. عمليا الدنيا عندهم حلوه، في حاجه في نقله، يعني القوس بيفكر في نقله سواء منزل او شغل. عنده نقله القوس بوجه عام، وخصوصا بنات القوس عندهم نقله في الشغل او في البيت،
من مكان لمكان. وده كانوا بيفكروا فيه من السنه اللي فاتت والسنه دي، بس المفروض ان هو يحصل. في ناس حصل بالفعل، في ناس هتنفذ ده على اول السنه الجديده. اوكي طيب، معانا تليفون من محمد. الو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا محمد؟ ممكن السلام عليكم. اهلا بيك، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والله. ازيك يا فندم؟ الحمد لله. ممكن تسمعنا بس من التليفون؟ انا كنت 3/6 بس عايز اعرف ده برج ايه وايه الحظ بتاعه. 3/6/2001. طيب حاضر، شكرا يا محمد. 3/6 برج الجوزاء. اوكي. برج الجوزاء من الابراج طبعا المتردده جدا جدا جدا، بس الجوزاء بوجه عام هو بقاله فتره الدنيا عنده اب داون، شويه فوق شويه تحت، بس هو تردده وان هو بيتاخر في اخذ القرار هو دوت اللي بيخليه ما يبقاش يعني ما بيستفادش من الحاجات الكويسه اللي بتبقى موجوده لبرجه. اوكي. برج الجوزاء بوجه عام بقول له بس الدنيا عندك حلوه والفتره الجايه حلوه، بس صحيا بقى، لان الجوزاء من الابراج الفتره اللي جايه على السنه الجديده صحيا الدنيا مش هتبقى تمام عندهم، فيخلي بالهم من صحتهم. اوكي. لكن عمليا وعاطفيا الدنيا عندهم حلوه. حلو قوي. طيب معانا اسماء. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. انا كنت عايزه اسال على برجي 15/11 عن الارتباط وعامه يعني. طيب ماشي، شكرا يا اسماء. برج العقرب، بس هي واخده من برج القوس. العقرب عقرب وقوس من الستات العنديه جدا جدا، لان شخصيه قويه. عقرب وقوس. اوكي. بقول لها ان الفتره ديت عندها ارتباط جديد او عاطفيا في علاقه هتكمل، عندها حاجه هتكمل عندها. بقول لها هي ست العقرب عندها مشاكل عائلية الفترة اللي فاتت ديت، هتبتدي المشاكل ديت تخف نوعا ما واحدة واحدة، وعندها تصالح يعني سواء من صحاب مقربين، حاجة عائلية قرايبها بقالها فترة بعيدة عنهم، أو في خصام هيحصل صلح الفترة اللي جاية أو على بداية السنة الجديدة. الفكرة هيختلف، هيبقى في نضج أو هيبقى في زاوية تانية هي واقفة فيها، هتغير فكرها وطريقتها في الحياة. اوكي طيب معانا فاطمة على التليفون. الو فاطمة. فاطمة ممكن تسمعينا من التليفون؟ الو. ايوه ممكن تسمعينا من التليفون. ايوه يا فاطمة. اوكي ماشي. ازيك يا فاطمة؟ انت تسمعيني كده؟ انا سامعاكي والله، بس انت لو طفيتي التلفزيون هتسمعيني احسن. وقت التلفزيون شويه. كده كويس؟ كويس. ما هو انا بتخانق مع العذراء. مين العذراء؟ انت ايه؟ انت مزن؟ يا فاطمه. طيب واضح انه العذراء العذراء الفتره ديت. خلينا نتكلم على الولاد والبنات بوجه عام. طب استني بس، ما هي مش، ما احنا مش عارفين برجها ايه. ثانية ترجع. هي بتقول انا بتكلم عن العذراء. مع بتخانق مع العذراء تقريبا، حد جنبها عذراء. طب خلينا ناخد التليفون ده من عادل. الو الو يا عادل، في مشكلة؟ في مشكلة. طيب ماشي. طيب ناخد رسالة كده لحد ما يجي لنا تليفون. سهيلة بتسأل على 2/7، بتقول بنت من ناحية الجواز. طيب السرطان، 2/7 السرطان. السرطان برضو من الابراج اللي السنه الجايه ان شاء الله عندهم نسبه حظ غير عاديه. ودي طبعا طفره بالنسبه لهم، لان هم بقالهم سنين الدنيا عندهم مش الطف حاجه. اوكي. بنات السرطان عندهم ارتباط هيكمل، يعني اللي مرتبطه اللي مخطوبه، في حاجه فعليا هتكمل، هيبقى في حاجه رسميه يعني. اوكي. السرطان بوجه عام ابتدوا بقالهم مثلا شهر او حاجه الدنيا اختلفت معاهم شويه نوعا ما، بدات الدنيا تتحرك معاهم، خصوصا بنات العذراء بنات السرطان. اوكي. اوكي. رجاله السرطان بقول لهم خلوا بالكم، يعني حد يفكر معاكم، بلاش تسيبوا الحياه تبقى ماشيه منكم، سوقكم ما يبقاش من دماغكم. تمام. اوكي. طيب معانا تليفون من منى. الو الو الو. ايوه اتفضل. الو. اتفضلي يا منى. الو انا من اسكندريه. اهلا بيكي. الو. ايوه يا منى. ايه اللي فات؟ عايزه اعرف برج الجدي وجوزي برج القوس. ايه عايزه التواريخ؟ جدي وقوس. عايزه التواريخ؟ لا. ماشي اوكي. طب ممكن تواريخ يا منى؟ تواريخ. انا 18/1 وجوزي 6/12. تمام ماشي، شكرا ليكي.
هي 18 واحد جدي دلو وجوزها 6 12 هو كوس كوس طبعا هو اهدى وهي 18 واحد هي يعني اكتف عنه بتجري في احداث حياتها اكتر وهو بالنسبه لها هادي بيرد عليها بعد اسبوعين ثلاثه شهر هي بتجري في احداث حياتها ففي فجوه طبعا مدام اوكي هتبقى في مشاكل دايما ما بينهم هما البرجين زي ما قلت من شويه على برج القوس في الرجاله لازم يقابل برده من الابراج اللي قابلها الجدي والكلام ده كله لكن التوافق ما بينهم ما بقاش بنسبه كبيره. طيب بناخد تليفون من محمد. الو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك ممكن اعرف برج واحد واحد ايه؟ طيب ماشي يعني انت ما كملتش بس هو واحد واحد ده جدي صح؟ واحد واحد جدي وغالبا 90% من المولودين واحد واحد بيبقوا مكتوبين واحد واحد. اوكي. هو برج عنيد جدا، راجل الجدي عنيد جدا، عنيد من اجل العند، اوكي؟ سواء راجل او ست. ما بيشوفوش اخطائهم، يعني هم فاكرين ان هم صح واللي بيعملوه صح وبيبقى 50% من اللي بيعملوه مش اوكي. اوكي. اوكي؟ محتاجين ان هم من نسبه حظهم السنه الجايه تبقى كبيره جدا. الجدي من الابراج اللي عندها نسبه حظ غير طبيعيه السنه الجايه. بس يحافظوا على ده لو هم بعدوا عن اشخاص معينه وابراج معينه حواليهم مخلياهم متاخرين وان هم يبطلوا يتكلموا. اوكي لان هم من الناس اللي بيقعدوا يحكوا عن حياتهم او بيحبوا يتكلموا احنا عملنا احنا رحنا لو يسكتوا شويه الدنيا هتختلف معاهم. اوكي. طيب ناخد برضو رساله من مشكلة من مين؟ برج العقرب 23/10 بتسأل عن كل حاجة تقريبا شهد يعني. اوكي 23/10 هي عقرب واخدة من الميزان برضو شخصية قوية جدا جدا برجين أقوياء جدا سواء عقرب أو ميزان. العقرب الدنيا عنده الفترة اللي جاية حلوة جدا سواء عاطفيا أو عمليا لأن هو غير فكرته أو غير الطريقة أو بقى يفكر بطريقة مختلفة سواء راجل أو ست. أوكي؟ الميزان بقى اللي هي واخدة منه الفترة اللي فاتت دي كان عمال يتكلم أو بيعمل لنفسه تسويق لنفسه في حاجة معينة أو بيتكلم عن نفسه في حاجة معينة أو إن هو منسي في حتة إن هو يترقى أو إن هو بيعمل شغله كويس بس مش متشاف أو مش بيتسقف له أو مش واخد حقه. كل اللي هو بيعمله الفترة اللي فاتت دي في بداية السنة الجديدة هيحصد، يعني عنده مفاجأة أول السنة برج الميزان هيبقى في مرتبة أعلى، هيبقى في أحسن، هيبقى في حتة تانية لدرجة إن هو ممكن يجيله أكتر من عرض في حاجة وهو هيبقى محتار وهيختار لأن هو بقى. أنت عارفة بتقولي لي الكلام ده بقالك كام سنة يا سابي؟ عايزة أقول لك إن أنت عندك مشكلة دايماً وقلتها. يا لهوي الأبراج اللي ما بين الأبراج دايماً اللي ما بين اللي واخدة من الاثنين لما بتكون واخده من الاثنين انت بيبقى عندك نسبه حظ حلوه في الميزان بس البرج الثاني بيضيعها بالظبط بيجي العقرب بيضيعك لان العقرب الفتره اللي فاتت كان عطلان حبه حلوين بقاله اربع سنين يا رب يقرب مننا الميزان كده ويبعد عننا العقرب على طول من 1/10 لست ل 10/10 كانت الدنيا اختلفت يعني احسن الابراج اللي هي في الابراج كلها اللي هي من يوم 1 ليوم 10 دي ما بتاخدش لا من قبلها ولا من بعدها فاهمة قصدي؟ يا سابي نورتينا وبشكرك جدا واشوفك على خير ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نورتينا. ميرسي. كده خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا من ان بوكس استنونا بكره ان شاء الله الساعه 6:30 باي باي.